بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج في الصميم. ماذا بعد حرب الوثائق بين حزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية؟ كيف يرد حزب التكتل على الاتهامات الصريحة والمكرية التي وجهها له حزب الاتحاد في وثيقة الرد على وثيقة التكتل عن الوضعية الاقتصادية في البلد؟ أين يجد حزب التكتل نفسه في المشهد الحالي وبالذات الموضوع الحواري المتوقع أن ينطلق غدا أو ربما في وقت لاحق؟ هل يعني وجود فتح سن الترشح على جدول أعمال الحوار المرتقب أن هنالك ربما تفاهمات أو حوارا غير معلن بين السلطة وبين حزب التكتل، خاصة أن موضوع سن الترشح موضوع مطروح على اهتمام بعض الأحزاب ومنها التكتل كما يقول بعض المراقبين؟ هذه الأسئلة وغيرها يشرفنا أن نطرحها الليلة على نائب رئيس حزب التكتل القوى الديمقراطية الأستاذ أحمد حمود اللمات. مرحبا أستاذ أحمد حمود، شكرا لكم على الموافقة على المشاركة معنا في هذه الحلقة. حزب التكتل الحقيقة فرض نفسه الآن في صدارة، ربما ليس الآن، على كل حال هذه محطة من المحطات التي يتحدث عنه الناس نتيجة الوثيقة التي أصدرتم عن الوضعية الاقتصادية والتي نالت اهتماما كبيرا. لكن هنا يطرح السؤال، لماذا في لحظة فيها إشكالات سياسية كبرى والأحزاب السياسية يتوقع منها أن تقدم تشخيصا شاملا وتحليلا واستشرافا شاملا، يأتي التكتل ليقدم وثيقة اقتصادية؟ هل هي فقط الخلفية الاقتصادية مثلا رئيس الحزب التي جعلتكم تهتمون هذا الاهتمام، أم أن هنالك بعدا معينا اخترتموه في أن تكون هذه الوثيقة تنحى هذا المنحى الاقتصادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم، شكرا الأخ وديعة. على كل حال، أولا وقبل كل شيء أهني وأشكر وأحيي هذا العالم الافتراضي المسمى بعالم التواصل الاجتماعي على وقفته الشجاعة مع الحق وتصديه لما تصدى له في هذه الأيام الماضية، ووقوفه إلى جانب تكتل القوى الديمقراطية وإلى جانب الحق وإلى جانب الأحرار في هذا البلد وإلى جانب الرأي الصائب وإلى جانب المصلحة العليا لهذا الوطن. وأقول له بأنني مطمئن على مستقبل موريتانيا وعلى أنها ستنعم بالديمقراطية في ظل حكم إن شاء الله ديمقراطي قوامه ما نصب إليه نحن وهذا العالم الافتراضي والموريتانيين بصيغة عامة. فيما يتعلق بسؤالكم العالم الواقعي ونطرح ما يتعلق بسؤالكم، تكتل القوى الديمقراطية ومن قبل اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد لم يغب عن الساحة إطلاقا، لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الأمنية ولا من الناحية الاجتماعية. لم يكن هناك حدث مهما كان نوعه إلا وكان للتكتل قيادة ودور بارز فيه منذ أن تأسست الفكرة سنة 92 حتى اليوم. ونحن اليوم أمام وضع اقتصادي وأزمة حقيقية وفساد مدمر، كانت الملاحظة الأساسية هي ما حصلت عليه موريتانيا في الفترة ما بين 2010 و2015 من طفرة مالية، وما تم تبديده من هذه الطفرة المالية وعدم ظهور هذه الطفرة على الواقع الاجتماعي وعلى الواقع الاقتصادي وعلى واقع المواطنين. وبالتالي هذه فترة، الذين يقولون بأننا لماذا لا نتكلم عن هذه الحالة من قبل، هذه الحالة وليدة الحال، وليدة العصر. لا يمكن احنا عندما تكلمنا، لأن حتى الوثيقة نفسها أنتم قدمتم فيها عرض من 2010. اسمح لي، عندما يعني تكلم لماذا سكتتم كل هذا الحصيلة الحق. لأن الحصيلة التي حصلت في موريتانيا والتقويم الاقتصادي الاستراتيجي لا بد أن يتم من فترة إلى فترة. نحن قدمنا من فترة 2010 هي الفترة التي كانت ذروة هذا، ربما دور مراكز الدراسات ومراكز البحثية تقوم بهذا، لكن الأحزاب السياسية نحن دورنا لا يتحاشى شيء. يا شئتم سموه مركز دراسات، إذا شئتم سموه خلفية اقتصادية للرئيس، يسميه الرأي العام ما شاء. نحن مهتمون بالشأن العام الوطني مهما كان نوعه ومهما كانت تجلياته. والآن تناولناه من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الأزمة. اسمح لي، عندما تناولنا 2012 في شهر يناير وفبراير الجفاف والأزمة التي سيعانيها المواطن الموريتانيون آنذاك، وعبر النظام آنذاك بأن الجفاف في أذهاننا نحن، وكانت سنة غريبة وخطيرة، وفي شهر يونيو
أرغموا على أن يعدلوا هذا أمل ويعدلوا ويعدلوا ويعالجوا نحن معالجوا قاع على شروط قالوا عنا ذيك الساعة مجانين وعن الجفاف اللي فاتها نحن وعقبوا جاء وعقبت عاد سنة كما تصورنا عندما تكلمنا عن 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 حمى التي ضربت من نواكشوط وأطلقنا نداء وقلنا الحكومة يالت تتعدل تتحرك قالوا عن الحمى حمى تتكتلوا عن نحن اللي عقبوا عادوا الناس وعلقوا الهدقة في المبديات وعادت فيه ضحايا وعقبوا دفعوا كامل وعادوا الأطباء عقبت الوزارة عادت معانا وعادت الحكومة معانا هذا لا هذا ما هو مهم الله يقول النظام عنا كذا وعنا كذا كل ما مسينا اللحم الحي وكل ما نبهنا على مخاطر حقيقية يعاني تعاني منها البلد يقول النظام هذا يقول وبالتالي لا نعبأ به ما قاله النظام في وثيقة ما سموه وثيقة النظام لا نعبأ به لأنه لا كذب حنيني نكمل حنيني نكمل أنا السؤال موضوع التوقيت في جزئيتين مهم عندي المشاهد يسمع أجوابكم عليهم في جزئية إنه إحنا الآن في بلد الإشكالات فيه إشكالات سياسية كبيرة فيه إشكالات متعلقة توما في المعارضة في التكتل وغيركم تتحدثوا عن أزمة سياسية وعن استداد سياسي وعن مخاوف من تعديل الدستور وعن مخاوف من بقاء الرئيس في السلطة فيه قضية متعلقة بالحريات فيه إشكالات سياسية كبيرة وشاملة التركيز على جزئية اقتصادية سره الأمر الثاني فعلا هو موضوع التوقيت هو الوثيقة كثيرون أعجبوا بها نتيجة أنها قدمت حصيلة لكن يطرح السؤال لماذا فعلا لماذا كل هذا الفساد اللي تتبعتم خيوطه من 2010 إلى الآن لماذا كنتم ساكتين عليه لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة أيضا طيب. مشكلة عند ليس فقط عند الأصوليين هو أيضا مشكل عند أعطيني فرصة أولا ما تتخبطوا في البلد مشاكل سياسية الكثير منه من صنع النظام من أجل أن يشغل الرأي العام ويشغل المواطنين عن هذه المشكلة التي طرحناها نحن لا تشغلنا المشاكل السياسية عن المشاكل الاقتصادية ولا تشغلنا المشاكل الاقتصادية عن المشاكل السياسية نحن أعيننا مفتوحة على الجميع مفتوحة على الجانب السياسي وعلى الجانب الاقتصادي وعلى الجانب الأمني وكل ما وجدنا خلل يهدد موريتانيا ويتطلب تدخلنا تدخلنا بما بإمكانياتنا فما يتخبط فيه البلاد من أزمات سياسية وأزمات أمنية كثير منها فخ يضعه النظام من أجل إشغال الرأي العام وإشغال السياسيين وإشغال الأحزاب عن ما يسلكه من سوء تسيير ومن جرائم اقتصادية ومن فساد وهذا هو كانت للأسف يدعوه واحدين راحين ضحيته ولكن احنا ما نقابل نروحوا ضحيته احنا أعيننا على كل شيء وبالتالي موقفنا من الأزمات السياسية في حينها ولا قد تخطينا منها شيء ولا إلا يتخطى من باركم هذا اللي ما له شيء تناولنا فيه الأزمة السياسية معاكم وديعة وتناولنا فيه حنيني ثانيا الشق الثاني من سؤالك فيما يتعلق بالتوقيت نحن نقدم حصيلة احنا موريتانيا انفتحت لها آفاق 2010 وبدت هاي الآفاق تتراكم في 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 طفرة انتهت 2005 انتظرنا شوفوا 2005 يا 2016 يا كان لا يعدل شيء من ذا المفارقه حنيني الطفره في وقتها كنتم تنكرونها الطفره ما طبعا كان لما كان الرئيس الطفره ننكرها لما كان الرئيس يتحدث عن وجود طفره الطفره ننكرها الطفره ننكرها يتحدث عن قدرات كبيره لدى الدوله ذاتيه لتمويل المشاريع كنتم تسخرون منها خليني جاوبك الطفره ننكرها اعترفتم بالطفره الطفره ننكرها وتنكرها انت وينكرها كل مواطن ما يتعلق بإنجازات النظام قول لي ايش معدل النظام من ارتفاع اسعار الحديد ندرك كان معدلها النظام ارتفاع الحديد العالمي معدلها النظام ايش معدل النظام من طفره انخفاض الاسعار المحروقات في العالم معدلها النظام ايش معدل النظام من طفره ارتفاع الذهب لما عدلوا النظام هذه امور جات بالصدفه يا غير اللي عدل النظام شنو هو انه نهب وفسد ذا اللي شرنا له كامل في الوثيقة وفسدوا على مدى فترة لابد نحانوها توفى اللي نعرف الحصيلة شنو لابد نعطوا فرصة مليلة نشوفوا كانوا عدل شيء منين توقعاتنا وتحرياتنا اثبتت عن ذا النظام هذا اللي جبر اللي شرنا له في الوثيقة ما عدل به شيء وعنه عاد فساد ما عدل بيش وعن موريتانيا ما جبرت هذه جزء من مشكلة المعارضة حنين التي ترى فقط الذي تريد أن ترى وعن موريتانيا ما جبرت لأنه وعن مواطن الموريتاني ما أجبر منه شيء في الشارع ولا أجبر منه شيء في مجازات ولا أجبر ولا انعكس على الأسعار ولا انعكس على حياة المواطن ولا انعكس على التعليم ولا انعكس على الصحة ولا انعكس على الحكامة
ولا نعكس على المصادر البشريه، ما نعكس على شيء سوشيال. هذا ما نحتاج نقول واحد للاسف الشديد اللي يكرروا المشاهد اللي يردوا على الراي العام المواطنين لا احلامهم. المشاهد المشاهد اللي صنت لكم مشاهد يعرف ان خلقت انجازات وشاف شاف مطار كبير خلق ما كان خالق، وشاف طرق خلقت ما كانت خالقه، وشاف مستوصفات خلقت ما كانت خالقه، وشاف شيء خلق في التعليم ما كان خالق. يلا على الاقل ياك المشاهد تم صنت لكم بذل اللي تقول انه ما هو خالق، ثم بعد ذكروا شيء من اللي شوف اللي خلق هذا اللي صحيح. هذا اللي صحيح غير اللي يعطيك تقول وراه ولا يستحقها. المشاهد شاف مطار خلق ولا يستحقه، المشاهد شاف الصحه وعدل فيها ولا يستحقه. خلق ولا ما خلق يا اخي هذا خلق ولا ما خلق. هذا تطور بشر، هذا تطور طبيعي للدول. حد قبيل ماني عارف منه يقول هم دكار كنا نقرا في زمن المختار والداد ده، وكنا الدواء في زمن المختار ده، زمن المختار ده يقارن هو وارك عامل اول يقارن هو وارك. هذا تطور طبيعي للانجازات وللدوله ويستحق المواطن. احنا اللي ندوره المواطن يجبر اللي يستحق، واذا ما هو 10 اللي يستحق، واذا قلنا في الوثيقه قلنا هذا ما يجبر منه 20% من اللي يستحق. المواطن المواطن يستحق عن وعود يداوى مطمئن، عن وعود يقرا مطمئن، عن وعود الاسعار بمتناول وهي اللي فاضله الى خلقت، واذا والاطراق الى خلقه، ولا نعكسه على المواطن ولا نعكسه على حياه الانسان العادي. الانسان العادي اليوم خلاص يا اخي، الانسان العادي اليوم الانسان العادي 2008 سوى المواطن، يقولوا حالتك 2008 و2000 اليوم شنو هي؟ مفرقة انه الطبيعة قولي الاسعار 2008 مفرقة انه الطبيعة هذه حنيني جميع المجالات الطبيعة هذه جميع المجالات الطرفين في السياسة عندنا جميع المجالات 2008 و2000 وارك الفارق شنو؟ في مفارقة في الطبيعة. ملاحظ انه لكن حد من الطرفين، لكن اللي في الطبيعة الصالح يقبضوا. المعارضة منين اللي تخلق انجازات تعود طفرة طبيعية، والحالة جماعة مولي الموالاة منين اللي تخلق مشاكل يقول ان هذه ازمه عالميه متعلقه بالاسعار وخلق فيها تدهور وطبيعه وانت لا يعود السياسي الموريتاني يمتلك شجاعه ان ذي الامور يتم قل هو من عند انفسكم يتم يتحمل مسؤوليه انه منين نعود ما شاء الله لا نقول لك انجز ولا نقول لك حسب تصوري ومنين تعود كذلك انت لا نقول لك منين تكون هناك ديمقراطيه وتكون هناك شفافيه ويكون المواطن مطلع على كل شيء ويكون السياسي مطلع على كل شيء وشريك في كل شيء. ما تني نحتاج القيل والقال ولا تني نحتاج له يقبض زر ويقبض زر يا غير منين يعود الراي الحكم الاستبدادي وحادي وفساد واضح للعيان والمواطن يتدهور في كل الجوانب ومخفي عنه كل جوانب. احنا لماذا وثيقه نعدلها؟ احنا لماذا تذر ما تعود الناس كامله كانت مطلعه عليه؟ طيب ما تعود حتى الموظفين اسمح لي حتى الموظفين السامين ما كانوا مطلعين على هذا. وثيقة لماذا اجتماع على مستوى الوزير الاول يجمع جميع الامرين بالصرف وجميع علم وثيقه معدله حزب؟ لماذا ما يعودوا على المستوى من الشفافيه ومن الوعي بقراراتهم ومن الوعي برامجهم اللي ما يحتاجوا ينبهوا لا يحتاجوا تدير مضاجر ولا يطيح لي اجتماع الاول مرتبط بوثيقه هذا نتيجه الفساد السياسي طيب هناك والفساد الاداري هناك ملاحظه والفساد الاقتصادي والفساد السيد الرئيس في الوثيقه وثيقه التكتل تحدثتم في اكثر من محطه عن المحيط العائلي للرئيس وكيف انه اثرى والحقيقه كان فيما يبدو من خلال الوثيقه له قسم نصيب وافر من الفساد الموجود. لكن في المقابل في الوثيقه هنالك اشاده صريحه احيانا وغير صريحه احيانا اخرى برجال أعمال أيضا من المحيط العائلي. يعني المحيط العائلي حين يقترب من المعارضة يكون محيط عائلي طيب يستحق الإشادة، وحين لا يكون في المعارضة يكون محل اتهام. يعني هذا ما هو أي منطقة؟ هذه ما هي بوصلة التكتل. التكتل البساطة اللي قيس بها المصلحة الوطنية والشفافية في القرار والعدالة والسكن فيما يتعلق بالمشاريع. يسوى من المحيط للأسف الشديد إلى طاح فيها عمر والله زيد يسوى في أي بوصلة. هذه البوصلة اللي تحدد مواقفنا من الأشخاص. ما نظر للأشخاص لا جهويا ولا قبليا ولا عرقيا ولا قرابة إطلاقا. هذا ما هو جديد علينا. نتحدث عن الوثيقة. الوثيقة كررت. وهذا ما هو جديد على الموريتانيين. خلينا نعود أكثر وضوح. ولا هو جديد على الرأي العام. خلينا نعود أكثر وضوح. خليني كمل. ذكرت مثلا موضوع أرباب العمل. خليني كمل لك. هي أرباب العمل. نختاركم تكملوا. أرباب العمل. نختاركم تكملوا بشكل. يسوى أرباب المشاهدة بشكل واضح. خليني كمل لك. أرباب العمل
في إشادة وفي ذكر لأنه في تسكيات دولية. لا تقطع، لا تقطع، لأنه الآن لديهم مشكلة مع السلطة. لا تقطع فكرتي، شوف أرباب العمل والله نقابة الصحافة، وراني بعد نعلن وقوفنا إلى جانب نقابة الصحافة، والله بعض الصحفيين، والله زاد الصحافة المكتوبة اللي تعاني من المشاكل، ناشرين تعاني من الناشرين، الصحافة الورقية اللي تعاني من اللي تعاني منه، اللي اليوم عدل واقف احتجاجي، والله معدل حدث احتجاجي توقف عنه، رانا واقفين معها، ورانا من الدين ذاك اللي معدلها من الشيخ خاسر، وطالبين من الحكومة عنها تفتح المجال معها في النقاش وتطبق لها ما يمكن تطبيقه من مطالبها العادلة. فيما يتعلق حنيني، فيما يتعلق بالنقابات، فيما يتعلق بالنقابات والاتحادات، يسوى اتحاد العمال ويسوى أي اتحاد آخر، إحنا ننظر له نظرة وطنية، لا نظرة قرابة ولا نظرة عمر ولا نظرة زيد، هذا هو موقف التكتل. هناك صفات تطلق إلى 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 شاءة الصدف عن وثيقة تكلمت عن حدث معين، هذا من حق المحرر يسوى صحفي ويسوى خبير ويسوى سياسي عنه يذكر حدث معين وعنه يقول عانى منه كذا ويقول ويذكر مظهر مظاهر فساد عند نظام معين. المفارقة المفارقة انت خليتك تقول لي، خليني اكمل خليني اكمل. بوصلة التكتل اللي نختار نقول الرأي العام عنها، بوصلة اللي حددها ويوجهها المصلحة الوطنية والحرص على مصلحته، وهذا ما هو جديد. احنا هذا ربع قرن، احنا ربع قرن في هذا البلد، ولا لا يحيدنا حد عن مبادئنا ولا قيمنا ولا اخلاقنا ولا مواقفنا ولا نظرتنا للمجتمع، يسوى اللي قال من التعابير ويسوى اللي وصفنا بهم الاوصاف. وبالتالي من يقول انه بوصلة التكتل وبوصلة المعارضة في عمومها انه تنتقد المفسدين عندما لا يكونون في صفوفها، وهي بعد قلت عند مشتركه قاعد في الخطه الاخرين بهذا الرئيس قط قال له مؤتمر صحفي قصوا له عن المفسدين، قصوا له عن المفسدين، قال ما انا بعد ما فسدوا علي. السؤال هنا اللي طارح عليك هو على انه كيف انتم حزب معارض عتيد ما في حد يناقش في تاريخكم النضالي، كيف تعودوا تمتدحوا رجال اعمال فقط لانهم اصبحوا معارضين في حين في رجال اعمال اخرين من نفس الطينه ومن نفس اولا استاذ وديع تجني علينا ان نمدحوا ولا نعيبوا، احنا ما نمدحوا ولا نعيبوا، احنا نوقف مع المظلومين الى ان ظلم حد، نوقف معاه يسوى علينا منه ويسوى علينا عرق شنو، يسوى علينا شيء، يسوى علينا تاجر ويسوى علينا فراش. اي مواطن موريتاني انظلم احنا نوقف معاه، مواقفنا واضحه ومبرره ومعلنه في وقتها، ولا هي متعلقه برجل اعمال ولا هي متعلقه بالفراش، ولا متعلقه بالمظلوم الموريتاني يصوغ منه وبالحق نقولوه فقته. وبالتالي لا ما وصف ما لا يوصفنا حد بعنا نوفهم على رجل اعمال به اللي كذا، والله نوفهم على رجل اعمال، والله نمسهم رجل اعمال به اللي كذا اطلاقا. احنا اللي نمسه منه شيء مس من المصلحه الوطنيه، اللي يمس منه شيء مس من قيم المجتمع الموريتاني، اللي يمس منه شيء مس بالشفافيه، اللي يمس منه شيء مس بالعداله، شيء مس بالنزاهه، هذا هو يسوى من الماس منه، يسوى من الماس منه، يسوى صفته شنو ويسوى مستواه شنو. احنا نعبروا عن افقته الى عدنا، عبرنا عن موقف صالح رجل اعمال، والله صالح نقابي، والله صالح معلم، رانا انهارت عبرنا عن المعلمين، ورانا واقفين معاهم في ظلمتهم كامل المعدلين اللي كنا عدلهم من ظلم. اي موقف وقفنا واقفين اللي حدد بوصلتنا هو الحق اللي جبلنا مولانا عليه، ومرقنا روسنا في الدفاع عنه، ومرقنا روسنا في 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 قوله في الاوقات اللي يعجز ياسر من الناس عن يقولوا، والله 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 ما يعجز لا يقولوا، انا نقول الحق يسوى اللي كلفنا ويسوى علينا الله يعلق عليه من 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 الاطراف الاخرى، من الطرف الاخر. اول الشفافيه هذه ايضا من المطالب اللي انتم تطالبوا بها السلطه وتعيبوا على السلطه، قلت الشفافيه انتم في المعارضه عموما، يلا تعودوا تحلوا بشمن الشفافيه، ويلا تعودوا تمتلكوا ايضا الشجاعه تقولوا انه عادي انتم تقاطعوا مع بعض رجال الاعمال في المواقف السياسيه، وتعودوا كيف قال حزب الاتحاد في وثيقته الشفافيه اللي طالب منه عنكم علاقاتكم وحلفائكم تحالفاتكم بما فيها تحالفاتكم الماليه، تعودوا معترفين بها. ثم ما في مشكله انكم لعبتوا انتم الاتحاد ارباب العمل قيادته المغضوب عليها من السلطه انكم تحالفتوا، لا في مشكله عنكم انتم رجال الاعمال ايضا البعمات اللي مغضوب عليه في الخارج انكم متحالفين، شو المشكلة فيه؟ لماذا يعود؟ لابد يعود. احنا انطلاقا من برك هذا مسكوت عنه، انا نقول من برك هذا عن التكتل، يشرفوا عنه يتحالف مع اتحاد ارباب العمل، ويشرفوا عنه يتحالف مع ولبو عمات، ويشرفوا عنه يتحالف مع اي رجل اعمال، والله اي نقابي، والله اي استاذ يدافع عن مصلحة موريتانيا،
ولكن ما يشرفه ولكن لا يشرفه يدافع عن مصلحة موريتانيا خليني أكمل والله يدعم التكتل والله يدعم العربة لكن لا يشرفه ولن يقبل أبدا بأن يتحالف مع أي مفسد ولا أي مخرب ولا أي حد ما ينظر المصلحة الوطنية. هذه هي بوصلتنا وقلناها وراني منادي وعيط جميع رجال الأعمال عنه يساعد تكتل في مؤتمر الله عدل يقعد الشرف ياك عود الشرفاء ويساعد موريتانيين الشرفاء كامل ياك عود الشرفاء ياك عود الشرفاء يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم يساعد في المصلحة الوطنية وهذا ما يدنكسنا رجال الأعمال حنيني والأحزاب السياسية ما هم هاربين عن رجال الأعمال ولا يقدروا يهربوا عنهم ولا يقدروا يهربوا عن المعلمين ولا يقدروا يهربوا عن النقابات ولا يقدروا عن التحالفات الوطنية اللي تخدم المصلحة الوطنية ولا يقدروا يهربوا عن التحالفات السياسية. احنا ما دينا يدينا لكل التحالفات وما دينا يدينا لكل من يخدم المصلحة الوطنية كل من هو حريص على مستقبل موريتانيا وعلى استمرار موريتانيا وعلى خيار الديمقراطية اللي لا رجعة فيه عندنا حد حريص على هذا. احنا ما دين لويدينا ونتحالف معاه ومستعدين للتحالف معه وطالبينه يساعدنا على مشروعنا للتخلص من هذا من هذا الوباء اللي تخلطت معاه موريتانيا من 78 على إله اللي ما زالت غالبا تخلص معاه اللي هو الأحكام الأحادية والأحكام العسكرية الأحكام الاستبدادية الأحكام اللي ماتوا من ديمقراطية الأحكام اللي واحلف في تضليل الشعب وفي المسرحيات. هذا هدف كبير وإحنا داعين جميع الموريتانيين من هذا المنبر ومن جميع المنابر لعنهم يتحالهم عانى في سبيل هذا الهدف السامي اللي فيه مصلحة موريتانيا. درايس السابق نفاهم من المحور فيه مفارقة في موضوع أيضا المحيط العائلي عليكم أشرت وإشارات راجل منك تبشي بينا شور الهم الكبير في موريتانيا. أنا ما أشبك ملال وثيقة هاي وثيقتكم هاي وثيقة التكتل أنا ماني جايب لكم كلام من خارجها وثيقة التكتل وهذا الكثيرين المدونين مثلا اللي انتم أشدتوا بيهم افتتحتوا الحديث بالإشادة بيهم اعتبروا أن هذه نقطة جديدة وأن هذه شجاعة وقوة لأنه التكتل يتحدث بهذا المستوى. لكن في مفارقة أنه أنتم ذكرتوا الرئيس واتهمتوه الاتهامات واتهمتوا نظامه في حين فيها أرواجيش قلت لهم من المحيط العائلي نالوا صفقات كذا كذا لماذا ما تذكرون؟ يعني ما دام الرئيس يذكر ويتهم وهو رئيس توم محامي تعرف مكانة رئيس الجمهورية اللي أعطيه الدستور واللي كل شيء لماذا ناس اخرين كل شيء ناس اخرين نايلين صفقات بالفساد لماذا يسكت عنهم؟ كل شيء قد نتناوله معك يكون الاساليب الخاصه للتكتل وطرق التكتل في تحرير وثائقه وطرق التكتل في التحفظ والتكتم على بعض وثائقه وعلى بعض معلوماته وفي نشر ما يريد ان ينشره. هذه امور ما يمكن نتناولها معك اخو ديعه. وبالتالي ما ينشر التكتل هو ما يرى التكتل عنه يالته ينشر وذاك اللي ما اشترى يرى التكتل عنه ما يعطوا ينشروا ولو لا ينشروا معناها شيء معناها شيء ماشي في الوثيقه معناها عن ماني انا لا يقولوا ولا لا يقولوا حد اخر به اللي استراتيجيه التكتل. انا سؤالي اسمح لي لماذا ما تقولوه استراتيجيه كل حد استراتيجيته. احنا عندنا استراتيجيه عن العدل هذا استراتيجيه يعني عنكم استراتيجيه التكتل تسكتوا عن وحدين انتم قلتوا لنا الصراحه كيف بغيت الاستراتيجيه اللي سالك التكتل هي الاستراتيجية اللي نهج في هذه الوثيقة وهي الاستراتيجية اللي نهج في جميع منابر اللي توفرت له وفي برامجه وفي مهرجاناته وفي خطاباته وهي المنهجية اللي سلك الاتحاد القديم القراطية من قبله وبالتالي منهجية معروفة وإحنا لا ننشر ذاك الباغي ننشره وذاك اللي ظهر أن على ما ننشرينه متكتمين عليه ومتحفظين عليه ذاك ما يجد حد ينتره منه من الأحزاب السياسية كيف السلطة كيف الإعلام ما تقدر تقول تعدل لك الباغي تعدل فيه رأي عام في مشاهد وفي مواطنين تقديرنا هم اصحاب الصلاحيه هم اصحاب السلطه احنا اصحاب السلطه احنا تقديرنا هذا من حقهم يعرفوا لماذا لماذا يتم التشهير برئيس الجمهوريه ولا هو مكانته احنا تقديرنا ويتم السكوت عن وحدين في الوسط العائلي ما يقول لهم جبر صفقات بفساد وفيها ارقام كبيره لماذا هذا بعد تدرك منه بعد اللي كافي رئيس الجمهوريه والله رئيس الدوله والله شخصيه الاولى هاي شخصيه اعتباريه عند ناس بنفسها وقد بتنفسها ولا يتناولها كل رجال ومتناولها كل رجال ولا متناولها كشخص وذوك اشخاص يقعدوا هذا يقعدوا اشخاص عاديين خصوصيين عندهم زادهم امورهم الاخرى على كل حال على مازال مطموعين في العون على كل حال على كل حال مطموع فيهم والله مخيوف منهم والله الى اخره من اللائحة اللي عند كل حد يقولها ما هي مهم عندنا التكتل عنه يتعامل مع الأوضاع والمواضيع من زمن طويل
بأساليب معروفة وبقيم معروفة وبأخلاق معروفة. هذه القيم وهذه الأخلاق منظومة عنده يسلكها، وهي اللي من خلالها جاءت أساليبه في الوثيقة، وهي اللي من خلالها جاءت أساليبه في جميع المنابر، وهي اللي من خلالها جاءت أساليبه وفي المنبر اللي أنا أتكلم فيه. هذا هو مقتلته. جيد. في الوثيقة فيه في حديث عن شركة السنيم والأزمة اللي تواجه، إشادة مشروع العوج اللي قطعته أنتم في المعارضة تنتقده، وحتى أنكم اعتبرتوا أنه الشركة اللي سحبت حملتوا سنيم إلى حد ما مسؤولية انسحابها، في حين أنه فيه قراءة تقول أنه سنيم ربما كانت قراءتها موضوعية وقرأت اتجاه أسعار الحديد في الأسواق العالمية، وبالتالي فهمت أنه قد عود المشروع مات له. يعني حتى الشركات الأجنبية يبدو عن الوثيقة أكثر ميل لهم من الشركات الوطنية في سؤال. يعني لماذا تحميل السنيم مسؤولية الانسحاب من السنيم؟ ما محمل أحد سؤال. شوف احنا محملين النظام. السنيم بدأت بأساليب واستراتيجية ومنهج سليم من تأميمها وتمت عليه، وفي الفترة اللي كان فيها النظام معاوية وحنا كنا معارضينه، أنت شاهد على ذلك، ما قد انتقدنا السنين ولا قد انتقدنا سياسات النظام تجاه السنين. ترى احنا ما خلق شيء ما انتقدنا فيه، به اللي كانت سالكة منهج سليم يغار من 2008 ليلة، والله السابقة زاد إرهاصات أخرى انقبضت له أسلوب من طرف النظام، وهذا هو المنتقد، أسلوب اللي قبض النظام للسنين، والأسلوب الخاسر والأسلوب اللي يقتل السنين ولا يقتلها ولا يقتل جميع المشاريع. اللي سنين مؤسسة رمزية واقتصادية، وهي كانت الحلو البقرة الحلو اللي يحافظ عليها بالأساليب اللي كانت خالقة والتماشى، وتم حافظ على مكانتها ومتحافظ على اللي تعدل من ناحية المصادر البشرية الاجتماعية الخدمات اللي تعدل، ومن ناحية المردودية على الخزينة، ومن ناحية النواحي اللي تعرفه كاملة. هذا كامل التفخ فيه المشاريع لا يقول لا يوهمهم النظام الرأي العام. أنا إحنا ضد عن يعدل طب، ضد عن تشترى طائرة، ضد عن يبتنا شمال على شنو. إحنا ما نضده، يغير يعدل بالأساليب الصحيحة ويعدل بالاستراتيجيات حنيني، ويعدل بالدراسات السليمة، ويعدل بالمالية اللي يالته يعدل بها. هاي جزئية قد تناولناها في حلقات ماضية ما نختلف فيها. هذا قلت لك سؤالي من تقديم السلطة. السلطة احنا من تقديم السلطة لماذا على أساليبها، لماذا لا تعتبرون على أساليبها أن انسحاب السلطة وانسحاب السليم، السليم طبعا لها مستوى من الاستقلالية من الشراكة في هذا الموضوع، يعود إلى قراءة حصيفة لما يواقع، قراءة حصيفة للاتجاهات بها لما يواقع. نبت أنها احنا طرحنا شيء للرأي العام. الرأي العام راعي فيه ورأي وثيقته، قال لماذا انتقدنا سياسة النظام اتجاهه، لماذا انتقدنا عنها حمقى، ولماذا قلنا عن النظام عنه آمر سنيم بعنا تنسحب وعنها تصوع الشركة وعنها تابع وعنها كذا عن هذه حماقة. هذا بيناه واضح للرأي العام. رأي العام يقول كلمته فيه. أنا اللي قلت لكم أنا لا جزء من اللي قال في رأي العام، قلت لا جزء من رأي العام. إحنا مولي عندنا رأي عام وعندنا رأينا والحكم اللي عنه دور الله. طيب رئيس أحمد طبعا هو من الاقتصاديين معروفين في البلد ودوره في الاقتصاد الوطني دور مشهود، انشر في 2005 مقال عن الليبرالية المتوحشة، قال انتشر حينها، في حين الوثيقة ينتقد طبعا فيها التوحش الليبرالي، الوثيقة تنتقد مستوى من تدخل الدولة وعودة الدولة لكي تلعب بعض الأدوار في 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 الاقتصاد. يعني شوف، هل هي مراجعات بالفكر الاقتصادي؟ شوف انت تعرف القواعد العامة عن مبدأ الحرية اللي ينادي به كل حد، عن حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين. معناها الليبرالية تنتهي حيث تنتهي مصالحها، وتدخل الدولة ينتهي حيث يعود ما في مصلحة، ويالطو ينكف عنه حيث يتبع حيث في مصلحة. وبالتالي ما في الإطلاق ما هو خالق لنا نسبية. منين تعود تدخل الدولة أحمق كيف اللي خالق حاله، وله مدروس وله منهج ولا يخدم المصلحة الوطنية ولا هي يقول إلى كوارث كيف اللي خلق ذي المشاريع اللي ذي. هذا اللي منتقد، ويالطو ينكف عنه ويالطو ما يخلق. في تفسير آخر، منين يعود تدخل الدولة في مصلحة وطنية ويعود في حدود معينة تمليها ظروف يملئ هذا يعطي يتبع يغير على الإطلاق
على الإطلاق عن الدولة تدخل في كل شيء وتخسر كل شيء وتعدل 664 شركة ويطالب البنك الدولي عنها تنحل كاملة في وقت واحد، هذه كارثة. في تفسير آخر ولا يتعدل بطل يتنفذ. في تفسير آخر يقول عنكم أنتم في المعارضة والتكتل يمثل حالة معارضة راديكالية معروفة، المسار اللي يمشي فيه الحاكم يسوى قاعد مسار صالح ماشيين ضده. لذلك عليكم نكملكم انكم 2005 لانه كان هذا فتره نهايه فتره ولي الطايع، وكان ولي الطايع من الناحيه الاقتصاديه قبل منحى ليبرالي محض، انه كان التركيز على هذا البعد وكان وصف الليبراليه بالتوحش. سوف. الان والسلطه الحاليه رئيس الحالي سوف. محمد بن عبد العزيز قبل مسارات تنتقد هل هي مهتديه او غير مهتديه، لكنه بعد رجع في مستوى التدخل الدولي. ما احد عدل شيء صالح ولا من يتزكي لي حكم من ساعات اللي كبير درنا حكمنا ذا المنهج اللي هو قبلنا عدلنا عدل سياسة وأسسنا حزب على مواقف معينة وعلى مبادئ معينة من 1992 من ينطرالي في حقبة من تاريخ البلد مزكي انت حكمها ما زكيناها احنا لكن هذا الكلام احنا نتكلم من الرأي العام من 78 واحنا بعد اللي شاهدين عليه ومارسنا من 92 على ليله ذا اللي انتقدنا كامل منتقد ولا نمزكي منه شيء. وبالتالي كيف قلت لك قبيل احنا اللي حدد بوصلتنا ويحركها والمصلحه الوطنيه. آخر سؤال لا ما رأينا لا انجاز في ذاك التاريخ ولا موقف قد يسان. اخر سؤال في موضوع الوثيقه من الطريف انه في انتقدت الحكومه في موضوع المبلغ اللي عرض عليها الاتحاد الاوروبي في اخبار صفقه الصيد، ويفهم من انتقادكم شايفين عليها انا ما قد تجبر طرق احتيال طرق فساد قد تحصل بها هذه الطرنيشه مع عند الاوروبيين باي طريقه، طرق احتيال ولا طرق صرف احنا قاعد تفسير احنا ذكرنا حادثه يعني ما فيها مناكف حقيقه الاتحاد الاوروبي يعرفها وشاهد وصنت والحكومه تعرفها ومستغربه يعني الحكومه تلتقط البعرة ما عندها باش تخلص عمالها لا عندها باش تعدل شيء شنو هذا ما بيع مساعده عندها القطاع فاسد كامل وخاسر وبشاهد فهية وشاهدت الجميع ما خالد شيسو شنو ما ينفعوا يؤسسوا به تأمين كل نهار يموتوا العشرات من الناس ما عندهم تأمين ولا عندهم شنو يؤسس به صناعة بنى تحتية ما خالد ما يجد يعدل هذا منتقد ما بدأ يتاح له فرصة عنها تأمن البحارة التقليدية المساكين عنها تعدلهم بنى تحتية يساعدهم أنا أتعدل لهم شيء قدوا يرجعوا لي ساعة إلى انقرض الحوت والله خليك وتابع عنه هذا سفه ورا ذاك مولي من الصياغ الجفي هي الحملة اللي شنت إلى آخره باطلة ما يحتاج أقول آخره ذاك ساب نقصه ملعب حرف ما يحتاج تفضل خلونا نلحقه شنو واصل 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 لكن اللي ساكت عليه التكتل ذاك. طيب ندخل الان في الملف السياسي المتعلق بالموضوع الحوار. حزب التكتل طبعا يبدو هو احزاب المنتدى واحزاب اخرى غير معنيين بالحوار اللي متوقع انه ينطلق غدا، لكن في نقطه الان تثير بعض الفضول لدى بعض الفضوليين خلينا نسميهم وياك ما نعطوهم حكم قيمي، وهي انه النقاط اللي وردت الوثيقة اللي سربت على أساس أن الوثيقة تم الاتفاق عليها بين الأطراف المشاركة في الحوار، من بينها نقطة تتعلق برفع سن الترشح أو بنقاش حول سقف الترشح. هناك من يقول أن هذه النقطة لأنها نقطة اهتمام لدى بعض الأحزاب المعارضة، يقال في التحليل أنها نقطة اهتمام لدى التكتل ولدى حزب التحالف الشعبي التقدمي باعتبار أن زعيمي الحزبين ربما لو لم يتم تغيير هذه المادة لن يكون بإمكانهما الترشح للانتخابات القادمة. هل هي بداية حوار من نافذة مغلقة؟ هل هو غزل سياسي ما يؤتي نتائج في وقت لاحق؟ تعرف المعلومات المسربة وتعرف من هو اللي أعطى وثيقة ذيك الساعة للمنتدى عنها ليتعود موضوع الحوار وقال فيها عليه يرفع السن من فوق ومن تحت. هذا النظام عقلية النظام على عن الرويجين كراو بالسن وعنهم كراو بشي وعنهم كراو هذه عقليته اللي في دماغه ما تعرفون نفسك يدلك على الناس. احنا اول شيء انطرحت وثيقه ما نعرف منين جاي يقرا عنها ما هي مرؤوسه اعطيها الوزير الاول مرسول المنتدى اعطيها عنده الوزير السابق حينها الوزير السابق حينها التكتل ما زال في المنتدى محمد فؤاد البلال. شنو رد فعل التكتل عليها؟
احمد داده قعد وقال علنا لكم الصحافه كامله عن الدستور ما يمتس لا في اخبار السن ولا في اخبار العمر ولا في اخبار الشيس وشنو في الظروف اللي فيها تجاذبات سياسيه ولا متوحده فيها طبقه سياسيه ولا متوحده فيها موريتانيا على راي معين الدستور ما يمتس. هذا هو اللي قايلين حالا وقايلين للنظام عن هذا ما يثنينا عن مواقفنا. هذا هو موقف التكتل. لا هذا موقف التكتل ليك ساعه ومازال. هذا ما يثنينا عن مواقفنا. الى قال نواقع عليه عدل الحوار وموش ويعطي لاحمد داده الرئاسه والله يعطيها ليانا والله يعطيها التكتل. هذا ما هو اللي يثنينا عن مواقفنا ولا هو اللي يثنينا عن مبادئنا ولا يثنينا عن قيمنا. هذا عقليه النظام اللي متخيل له عن هذا يقد يثني الرجاله والله يثني المواقف والله يثني الاحزاب. هذا ما يرتاق به التكتل ولا يرتاق به رجال التكتل ولا نساء التكتل ولا شباب التكتل. حقيقة تكتل. أنه عنده الحق باللي لقط في نشحة التكتل. مع الأحزاب غلب هقط لا ارتاغط من التكتل. التكتل التكتل عنده موقف ما يتعلق بالدستور أعلن عنه عشية تلك الوثيقة اللي قلت له وتمسك به. دستور ما يلطو يمتس فترة التجاذبات لا يتعلق بالسن ولا يتعلق بالعام. ثانيا سن 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 الترشح ترشح هذا 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 قد حد يقوله ويطرح له وذن ويصنت له. لا هروب طبيعية احنا ما نظره طبيعيه. الظروف اللي احنا فيها ما هي طبيعيه. الرئاسه اللي احنا فيها ما هي طبيعيه ولا معترفين بها. والمؤسسات اللي قائمه حالا ما لنا فيها ما نعترفين بها وبالتالي ما يخاطب احد. انا احنا لا ينعدل والدستور لا يصبح يقول كذا ولا ينعدل. هذا ما هو خالف اللي فتره ما اللي ما ينطبق عليها ما ينطبق عليه واقعنا. استاذ رئيس الاسابيع والاشهر الماضيه شهدت اتصالات غير معلنه بين اطراف في المعارضه والسلطه. هل وصل تكتل شيء من هذه الاتصالات؟ لا هذا 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 يجاوب عنه لا من تم الاتصال بهم. لا لا التكتل ما قد ما هم جاحدينها. الاتصالات خلقت معلومه تداء وهم بينهم هم والسلطه عقبوا كلهم قالها التكتل كلهم قالها بطريقته. التكتل ما يتصل به تحت الطاوله ولا يتصل به في الخفاء ولا يتصل به سرا. ما في خطوط ولا 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 يرتاح ذاك الرقم اللي ما قاله الراي العام. امور واضحه للراي العام من النهار الاول. احنا ذاك اللي موقفنا واضح وبيناه للراي العام وبيناه لكم انتم الصحافه وبينتوه ووزن عليه بحالته فيما يتعلق بالحوار. لا بغيتوا نكرروا من جديد وانتم لم تكرروا راهو كرروا قبيل سيدي والكوري بالنسبه لنا احنا واناد وكرروا دعان والمنتدى انتم لا نكرروا الا بغيتوا والى عاد الراي العام عاد يعرفه المستمع عاد يعرفه. اذا ما داعي لتكرار. طيب ربما نكرر شيء منه التكرار يقول احدين يقول عنه لا ما ينسى لا عاد في اسئله حولوا قد لا تعود فرصه للحديث حول. على كل حال باقي عندنا دقائق عاده نختار ونعطي بعض الوقت للذين اشدتم بهم لرواد هذا الفضاء ونحن عاده نعطيهم دقائق نطرح ناخذ فيها بعض الاسئله التي ترد. مين الحمد لله قلت تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. ما هو موقف التكتل من رد حزب الاتحاد على الوثيقه التي هزت اركان النظام يقول ولماذا وما الفرق بالنسبة لكم بين حوار 2011 والحوار المرتقب بمن حضر غدا؟ شنو ردكم على وثيقة حزب الاتحاد من الجمهورية؟ أنا شيء ما هو مهم ما نتكلم فيه وقلت قلتها في البداية ما نعتبرها وثيقة. كيف ما مهم هذه وثيقة صادرة عن أكبر حزب سياسي ممثل نعتبرها 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 ماني عارف قاعد نعدلها في الحقيقة اللي كان ما هي مرؤوسة ومتبنيها هو وتبناها بعض رسوله في الاعلام ما نقبل قاع انه معدلها. غير ما دام تبناها رسول انا ماني عارف شو قد نجاوب فيها. تندك عني نقدر نقعد للراي العام ونقول التكتل ما ينكره. نقدر نقول للراي العام التكتل ما 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 ما, 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 ما يقبل المواقف ويقبل القرارات ويقبل الاعلانات. هذا عندك عني نقدر نقول للراي العام. ناقشتكم في ارقام وغلطت فيكم في ارقام. ما في ما ما, ما في ارقام ولا في غلطت في ارقام 148 من دول العالم معنيه بدراسه معينه قالت هي عنا قلنا عن دول افريقيه. هذا 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 لا حتى شوف الجديد رقم اجمالي الواردات. شوف في فرق كبير بين الرقم اللي قدمتم والرقم اللي اثارت انتباهي في الوثيقه عندنا في تصريح بعض منهم قالوا هذا التكتل القديم الجديد في اساليبه. انا نختار نبه الراي العام ان احنا ما عندنا شيء جديد والوثيقه ما فيها شيء جديد بالنسبه لاساليبنا وبالنسبه لطرحنا للقضايا. القضايا كنا نطرحوها هذا الطرح نطرحوها باشراع ونطرحوها بدقه اكثر من ذا. وثائقنا موجوده البنك المركزي طرحنا عنه وثائق ديك الساعه ادت لي عن البنك الدولي جو حقق فيه. ما خالق فتره
نشوفه فيه شيء من النوع ما طرحناه. غير اللي جديد هو أساليب للأسف الشديد المنحطة اللي سلك النظام في ذي الوثيقة اللي هي هذه الأساليب المنحطة. أول مرة يلجأ النظام من الأنظمة اللي كنا قارعناها كاملة وقارعناها بالوثائق وقارعناها بالأرقام، أول مرة يلجأ نظام لهذه النوع من الأساليب المنحطة السافلة اللي يلجأ فيها. أول مرة كيف أول مرة يعني ما لجأ معكم ولا طايع مرة لهذه الأساليب، لجأ لما هو أشنع يعني قليل من أيضا في ذاكرة في ناس. على كل حال لا خليني للرأي العام، نتكلم الرأي العام. الرأي العام يعرف عن أول مرة يلجأ نظام لأساليب سافلة، لاتهامات سافلة، للتكتل، لقادة التكتل. هذه المرة طايع ما قد قدم ولا قد سولت له نفسه ولا سولت الناس اللي معاه ولا ذوك اللي سابق ولا ذوك اللي وراه ولا طم بداية النظام، عنه يجد يلجأ بمثل الغلب ومثل الانبطاح، فعنه يوصف التكتل، والله يوصف قادة التكتل بذي الوصاف اللي وصفوا بها ذا النظام اللي على حال إن هذه أول مرة. والرأي العام أول مرة غير ما ظهر لي عنه. أظن أنه افتتاحيات الوكالة الأمريكية للأنباء وافتتاحيات البشرى وكل ما تعرضتم له. على كل حال ليس ذلك الأمر الأساسي الآن. زين والأحمد يقول بعد تحياتي لك ولضيفك، سؤالي ما هي استراتيجية التكتل في حال أصر النظام على فرض أجندة أحادية كتعديل الدستور وفرض مأمورية ثالثة بصعوبة أخرى؟ هل ناقشت يسأل ما هو موقف التكتل في حال أصر النظام على فرض أجندة أحادية كتعديل الدستور؟ مجموعة التعديلات الدستورية المطروحة لديكم في التكتل موقف واضح منها؟ موضوع إلغاء مجلس الشيوخ، موضوع المجالس المحلية. احنا ما لنا داخلين في تفاصيل، احنا ما لنا داخلين في تفاصيل تعديلات دستورية. ما لنا جايين على دستور القرآن ولا نقاين عنه ما يحتاج في بعض النقاط اللي يحتاج تراجع. هاي ديمومة البشرية. كيفاش مثلا؟ ما نعرف، ماني داخل التفاصيل، لكن ما نقايلينه تو، ما نقايلينه. غير اللي قايلين عن في الفترة اللي فيها موريتانيا الآن، يا تعود ممنوع وخط أحمر مس الدستور فيها. هذا الوقت اللي فيه تجاذبات سياسية. وفي عدم الإجماع الوطني. هي دساتير تمتس الآن في تجاذبات سياسية. دساتير تمتس. لا لا لا. تمتس من دساتير مشكلات سياسية. دساتير. تجلس القوى السياسية. فيها مشكلات لمعالجتها لا بد من إجماع. شوف الدساتير هي هذا الدستور. الإجماع. هي الوثيقة. اسمح لي. الإجماع فكرة غير ديمقراطية. حنيني. غير ديمقراطية. لا يمكن لحزب ديمقراطي عريق أن يطالب بالإجماع. الدستور هو الوثيقة الوحيدة اللي متوافقين عليها حلوان موريتانيا. يعني ما ظهر لي عن خالد شيء متوافقين عليه هو الدستور. ما هم قاعد يدافعون عليه الدستور في قدر الموريتانيا قاعد ما وافق عليه. ما دام يحكمنا هذه الوثيقة. طبيعي الوثيقة. ما دام هذه الوثيقة هي اللي تحكمنا وما زلنا متوافقين عليها، يا الناس حافظون عليها. أراه لكم النسيج الاجتماعي والأمني والاقتصادي هش، وهذا كله رجال يعرفوا. هذا الخطر، هذا الناس يلعبوا بالنار. متخيلهم. يعني أنتم ضد مبدأ المساس بالدستور الآن، ضد أي نوع من أنواع تعديل الدستور، أي نفدة من الدستور الآن، أي نفدة مهما كان نوعها، يسوى السن ويسوى الوذن ويسوى الشيوخ ويسوى شنو تعالى، يسوى الرأس ويسوى العين ويسوى أي شيء، أي نوع من. فاضل المختار محمد يقول تحية لك ولضيفك الكريم، سؤال الرئيس، هل ينوي التكتل التنسيق مجددا مع المنتدى؟ احنا قاعد ننسق معه، ما هو مجددا، احنا قاعد التنسيق ما قد طلصنا، احنا منسقين منتدى. المنتدى اسمح لي، احنا العلاقه مع المنتدى اسمح لي حالي مبين الراي العام، احنا مؤسسين المنتدى العلاقه مع المنتدى ليس هو السؤال. السؤال هو راهن العلاقه الان بينك وبين المنتدى. لا ليش حاليني احنا هذو مؤسسين المنتدى، والافكار اللي بتنع عليها المنتدى مازلنا متمسكين بها. بفتره من فترات اظهر لي بعض مكونات المنتدى عنها يعطي تجيل النظام ويعطي تتكلم عن النظام ويعطي تحاور النظام، واحنا ظهرنا عن نذبته على مواقفنا، نذبته على وثيقتنا، ونذبته على مواهداتنا، وخلي خلاف بيننا ومشاوروك، وذاك المشي اللي ذاك هو مازالوا ماشيين فيه الان. حنيني مازلنا في ذاك الوضع اللي ذاك هو. احنا بل منين كنا، بل منين اسسنا المنتدى، ومازلنا على مواهداتنا، ومازلنا على مواقفنا اللي تاسس على اساس المنتدى. والمنتدى بحالته الحاليه وخاصه مع القطب السياسي جمعنا معه ياسر المرات، ورا الفراق اللي خلق بيننا، ورا مشيه مشوار، ومنسقين معه مواقفنا وموحدين. حق أنا ما نهيئة واحدة
احنا نقول قراراتنا حدنا وما هو حدنا. قد نقول غير تنسيق غير تنسيق مفتوح. قد نقول عنكم عدتوا مرحلة التسريح وبإحسان. والله التسارح. التنسيق. التسارح بإحسان. التنسيق بين احنا والمنتدى مفتوح ولا قد قفلناه ولا أنا اللي نقفله ما داموا متوافقين ذاك اللي متوافقين فيه. متوافقين فيه مستعدين للتنسيق فيه مستعدين للعمل المشترك فيه لكن ما نتوافقين راهو قاعد فات فرق بيننا في الماضي حنان ولومبريك اقول تحيه طيبه لكم ولضيفكم المحترم الاستاذ احمد احمد ولمات ما هو موقفه بالتكتل من الاحكام العسكريه يقول التي صدرت في حق سجناء حركه إيراء ولماذا لم يندد الحزب بنقلهم الى ولايه الزمور الا يعتبر هذا خرقا للقانون والمعاهدات الدوليه التي صادقت عليها موريتانيا احنا موقفنا من 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 القمع بصفه عامه اللي يعاني منه المواطنين الموريتانيين إيراء شباب 25 فبراير والشباب الاخرين والصحافه اي قمع احنا ضده وضد محاكمه الراي العام الراي الرجال محاكم على راي اصحاب الراي اصحاب الراي وضد الاحكام الجائره اللي صدرت ضد اصحاب الراي ونعتبروا عاد اللي سجناء من إيراء ومن 25 فبراير والشباب الاخرين هاو سجناء راي ومن الدين بسجنهم ونقولوا عن النظام عنه ما كان حيادي فيهم ولا كان ما هو النظام القضاء ولا كان مستقل وكان موجه للاسف الشديد من طرف النيابه ومن طرف الوزاره ومن وزاره العدل ومن طرف النظام وبالتالي نندد واضح جدا نندد باعتقالهم ونندد بمحاكمتهم ونندد بسجنهم ونندد بنقلهم شورى بهم مغرين ونندد بنقلهم شورى الاق ومطالبين النظام ان يراجع مواقفه اتجاه الحريات العامه اتجاه الحقوقيين هذول السجناء واتجاه الصحافه واتجاه المعلمين الامام المعلمين القمع الامام محمد عبد الله السلام عليكم اقول تحيه لك استاذ وديعه ولضيفك الكريم السيد محمد احمد اللمات سؤالي هل لدى حزب التكتل خيارات للتعاون مع باقي احزاب المعارضه لمواجهه الاجنده الاحاديه للنظام وما هي شروط الحزب في حاله طرح هذا الخيار مستقبلا لمواجهه النظام؟ هذا اجيب على جزء منه يعني قلت لديكم تنسيق مع مع مستعدين للتنسيق مع اي حد في على الخط اللي احنا ماشيين عليه. الشيخ العبدو يقول والشيخ الشيخ عبدو هكذا مكتوب تحيه لك ولضيفك الكريم اليس من اجل ضرب التكتل ان يقدم اعتذارا مكتوبا للشعب الموريتاني عن دعمه للخطوه التصحيحيه بين قوسين كما اسماها بدل وثيقه مليئه بالارقام يدركها الكل ولماذا لم يقدم؟ اسمح لي سؤال يقول ليس من الأجدر بالتكتل أن يقدم اعتذارا مكتوبا للشعب الموريتاني عن دعمه للخطوة التصحيحية كما اسماها بدل وثيقة مليئة بالأرقام يدركها الكل ولماذا لم يقدم الرئيس أحمد الدادة استقالته من المشهد السياسي بعد أن عاد موريتانيا إلى دائرة العسكر؟ عاد موريتانيا إلى دائرة العسكر ما نعرف على كل حال أنا تكلمت ياسر المرات من بركم من منابر كاملة عندي طبطيبه اللي تطبطب حول الحركه التصحيحيه اللي قلنا اللي قال عنها قلنا وقلت عنها قرات قرايه خاسره وقلت عنها المهم الواقع اللي احنا فيه ضرك النظام اللي عاد كان مشكوك عنه في الايام الاولى جاء نظام صالح والله النظام يقدر يعدل شيء صالح في الاسابيع الاولى تاكد الجميع بما فيها احنا على انه النظام احادي وعنه صالح شيء وثيقتنا اللي قدمنا اتفاق دكار فيها 31 نقطة وفي ذاك اللي قال له حوار شنو قال له؟ حوار الأعماق التشاور الأعماق المنتديات الوطنية الأعماق والأرواح 31 نقطة النقطة الأولى منها عن العسكر ما يترشح ولا يرشح حد ورانا لكم بعد الرأي العام هاي النقطة أثبتنا عليها لين بعدنا خسر اتفاق دكار قال لولا الضغط اللي مارست علينا الجبهة ومارس علينا المجتمع الدولي كامل الإقليمي باقي لنا ربما دقيقتين أو ثلاثة نختار من قبل ما امكن من الـ من اذا اذا عنا اذا عنا اذا عنا تعتبر لكم الراي العام الوطني والشعب الموريتاني ما ظهر لي عنه يسالنا باش نعتذروا له ظهر لي عنه ضحين في سبيله ظهر لي عنه او بكل معلوم يقول ماذا بعد الوثيقه على مستوى التكتل اللي على اكتافنا اللي فوق ترعينا من التضحيات تحدثت عن موضوع ومن 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 ومن, ومن 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 المآسي في سبيل مصلحة الشعب الموريتاني منين يعود على كل موريتاني ظهر عمال يدخل مشكلة ماذا بعد مشكلة. ماذا بعد الوثيقة قال أوبك المعلوم يقول ماذا بعد الوثيقة على مستوى حزب التكتل وهل يرى تكتل الوثيقة بإمكانها إحداث اختراق سياسي يذكر في اسم النظام أي آليات سيتبعها التكتل لتفعيل الوثيقة على المستوى السياسي من يدها فقط وثيقة للدعاية الإعلامية وجذب سيد الإعلام والصحافة وإثارة النقاش الإعلامي هذا سؤال جيد سؤال جيد وملاه مطلع على كل حال شاكر عليه التكتل عنده استراتيجيته معينة
في توظيف والاستفادة في مواقفه وفي نهجه وفي سبيله وفي الديمقراطية من كل الوثائق اللي عدل ومن كل الأحداث اللي عدل. وبما يتعلق باختراق النظام، نظام مخترق خلل قالش قال اختي يعني هل يمكن ان تمثل اختراقا في اختراق موقف النظام؟ ما فهم ما تظهر لي عنه شيء اختراق، ظهر لي عن الامر ما هو كما يتصور. قال لي عن فهم حاكم عسكري عنده صنقه اللي من المدنيين قابل يتعسكر ويعود صنقه معاه، ما راهو معاه، والقضيه قضيه تبعيه عسكريه وقضية ممارسة عسكرية. هناك ملاحظة قبل أن نعطيكم الكلمة الأخيرة في موضوع الوثيقة، لا ترون أنه الآن هذا الاهتمام الكبير الذي حظيت بوثيقة التكتل يدل على أن الساحة السياسية فيها تصحر سياسي كبير؟ يعني أصبح أن يصدر حزب سياسي وثيقة يعتبر هذا أمر إنجاز، حزب معارض، يعني بدل أنه المفروض أن يكون هنالك احتجاجات، هنالك فعاليات، هنالك مناشط كبيرة، ربما لأن الساحة ليس التكتل وحده وإنما ساحة، لكن البلاد إذا قشعرت وصوع نفتها رؤية الهشيم، يعني هل فعلا توافقون على هذا؟ على كل حال أنا نختار نقول للشعب الموريتاني سياسيين واللي حاكمين وكل ما أنا أعطيكم كلمة أخيرة غير اختار تعليق على هذه النقطة اللي ظهر لكم عنها لدرب التعليق، أنه كون وثيقة سياسية تعود حدث وطني دليل على أنه المعارضة مع الأسف ما هي قادة تعدل شيء. والله دليل أنا قادة تعدل شيء هي وثيقة. هي وثيقة أحدثت هذا. يقولون فيها قبل من دقيقة وبالتالي كلمتكم الأخيرة. أنت ما دمت توصف الوثيقة بأنها بسط شيء عدل الحزب وأحدث الحدث اللي هو فبالأحرى تحركات أخرى تصرفات أخرى معناها عن نشاط قادم بعد افتتاح المدرسي له عدل التكتل والمنتدى راني معلم به وهلي عنه عادي قد يعلم به هذا ثالث إعلان تعدله في الحلقة وخايف الإدارة التجارية دخلني أنا توم كلمتكم الأخيرة وهلي عنه منين تعود وثيقة تعدل الحدث اللي هو معناها التحركات الأخرى في نصف دقيقة السياسية الموحدة لا يتعدل أكثر وبالتالي هذا يوحي بنهاية النظام الحمد لله. ما يتعلق بالوثيقة أشارت كلمة أخيرة في نصف دقيقة. نعم في نصف دقيقة الوثيقة أشارت في خاتمة إلى أن الوضع الحالي سيؤول إلى أحد أمرين، وأعتقد بأن أحد السيناريوهات الذي وضعت الوثيقة بدأ النظام يسلكه، يعني علمت عنه ربما تبدو علمت بها عنه بدأ يطرح نوع من الضرائب وبدأ يدعي رجال الأعمال ويدعيهم ويفاصلهم في كمية كبيرة عن هذا المسلك اللي هو الضرائب اللي يوقف الدولة واللي ينهي النظام. نجدد الشكر لكم أستاذ أحمد حمود اللمات نائب رئيس حزب التكتل القوى الديمقراطية على المشاركة معنا، كما نشكر الفريق الذي أسرف على إنجاز هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. إلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.